السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عم بحكي معكم أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. إن شاء الله تكونوا أنتم كلاتكم بخير. اليوم طبختنا معكرونة بالخضار، كتير طيبة، إن شاء الله تعجبكم. تابعوا الفيديو للأخير إن شاء الله. مكونات: بلزمنا نص كيلو سباجيتي، معكرونة سباجيتي مثل هاي، نص كيلو بلزمنا، حوالي 300 جرام بندورة، حوالي الراس توم. انا هذا عندي توم بالفريزر صاير لونه اصفر، هو بيجي لونه ابيض حليبي، راسين فليفله خضراء حمراء، الهل موجود عندكم في البيت يعني، وبلزمنا كمان بصلتين قد البيضه. وهون انا ما بدي احط ماجي، بدي احط لحمه، حطيت حوالي 120 150 جرام لحمه تقريبا، وبلزمني 4 معالق دبس بندوره. هاي دبس البندوره حلوه، ماي حامضه هاي، لان المعكرونه اذا اكلتوها حامضه بتبقى ما طيبه، لتكون دبس البندوره حامضه حلوه. هاي مي فرنجي يعني، بس حلوه. وبلزمني كمان نص معلقه بهار للطبخه بشكل عام، نص معلقه ملح، وربع معلقه فليفله من هالعيار يعني، معلقه صغيره مو الكبيره، صغيره. هاي مكوناتها كلياتها. انا هلا بدي اقطع هذول الخضار كلياتهم وارجع لكم مشان ما اطول الفيديو عليكم يعني. وهلا هيك نحن فرمنا البندورة والثوم، الثوم اخذ من مية البندورة صار لونه احمر، هاي الفليفلة الحمراء وهاي البصل كمان، هدول فرمناهم كلياتهم. هلا نحن ايش نسوي؟ اول شغلة نحط طنجرة على النار لحتى تغلي، بنحط لها ملح، بعدين بعد ما تغلي بنحط السباجيتي فيها. السباجيتي هاد نقسمه بالنص، نقسمه هيك في النص ونحطه فيها. بفرجيكم شلون الطريقة. بس هلا نحن بالطريقة بدنا نشتغل عليها. هلا ايش بدنا؟ بدنا اول شي طواي، هاي طواي شوفت عينكم، نشغل عليها الغاز. بسم الله، اتفتح ما بشغل الداحة فورا، طفي المروحة مشان الصوت ما يأثر. هلا بدي احط فيها معلقتين او ثلاثة سمنة، انا بدي احط معلقتين ونص تقريبا، سمن نباتي سمن حيواني اي شيء عندكم. انا عندي هون البقرة حلوب، هاي كويسة، تجي نوعيتها كويسة، طعمتها حلوة ومنكهة حيواني. واحد، هاي معلقة، وهي اثنين. هلا هون انتو عتقولوا انه اللحمة فيها صح، بس اللحمة فيها بس ما بتكفي يعني، انا حطيت معلقتين سمنة مثل ما انكم شايفين. اثبتي، حبيت تحطوا زيت بصير بس مشان تطلع المعكرونة ناجحة معكم تكون سمنة. هاي من الأخير يعني. بعدين فورا أنا بطب السمنة، فورا أنا بطب السمنة هي بتبلش تحمى، بعمل هيك بنزل الفليفلة عليها فورا. هاي الفليفلة، الفليفلة يعني اكثر شيء بتستوي بدها تسوي. هاي المي هون هلا انا حيطلع على النار، حيطلع على النار تقريبا بلشت تسخن، بس انا هلا مالي شغل فيها لحتى تسخن على الاخير. هاي الفليفلة حركة، بدي احركها شغلة 3 دقايق لحتى هيك تدبل شوي، بعدين اضيف فوق المكونات يعني. انا تم هلا احرك فيها شغلة 3 دقايق، برجع لكم بعد 3 دقايق. وهي هيك هلا صار لها قريب 3 دقايق الفليفلة. هلا ايش بدي بساوي؟ اضيف عليها البصل، بصل والثوم مع بعض والبندورة. البندورة كمان، هلا بدي احركهم شغلة 3 4 دقايق واغطي عليهم
بعدين لحتى يبلشوا هن يتبلوا شوي احط عليهم اللحمه والبهارات. يعني ما هلا بدي احط اللحمه، هلا بدي احطها بدها تستوي، بدها تنسلق سلق. انا بدي اياها شوي تتدبل لحتى اللهم صل على سيدنا محمد مرقتها تروح. هلا في ناس بتحط الدبس البندورة قبل اللحمة وفي ناس بتحطه بعد اللحمة، ما في أي مشكلة يعني. بس هلا نحن غرضنا إنه هاي المي، هلا هاي المي شايفينها تخلص شوي يعني، تذوب شوي منها. هلا هيك أنا حركتها، بدي أغطيها شغلة 3 أو 4 دقايق بعدين برجع لها وبرجع لكم. هلا هيك صار لها 5 دقايق. عيني عيني ميتها تقريبا استوت، نشفت ميتها ودبلت. هذا انا القوام اللي بدي اياه. هلا هلا من الحركه فورا بشيل اللحمه بعمل لها هيك، شايفين شلون نزلت؟ بعد ما تنزل اللحمه تمام الحركه، نص معلقه ملح، نص معلقه بهار، 7 بهارات شكله، ربع معلقه فلفله، نعمل لها هيك كمان، نحركها مع بعض هالشكل هيك نحركها. صدقوني يا شباب انا حطيت البهار والملح صارت تطلع ريحة الطبخة. قبل كانت عم تطلع ريحة بصل بندورة، بس يا حجي بس واحد حط هيك شغلات صار بتبين. هذا اثنين يحكوا فيها. بحركها شغلة دقيقتين كمان لحتى تفرط هيك، يعني بفرط اللحمة فيها هيك بهالشكل هيك بفرطها. شغلة دقيقتين بعدين بحط المي الفرنجي، بعد دقيقتين برجع لكم. وهيك هلا مثل ما انتم شايفين صار لها قريب الدقيقتين، هلا بحط دبس البندورة عليها قريب ال4 معالق. 4 معالق 3 معالق حسب ما انتم بتهوا يعني، بس هو هذا عياره. انا حطيت بندورة اولا وهلا. بهالاثناء كمان انا بكون مشغل على المي. هاي المرة حطيتهم بكون شغل عليها مشان اسلق فيها المعكرونة. هلا هون المواد كلها عم تستوي مع بعضها اخر سوى. اذا حسيت انه الدبس البندورة عندي ناشف بحط لها، إذا حسيت إنه دبس البندورة عندي ناشف بحط له ربع كاسة مي، مو أكثر، ربع كاسة مي. هاي دبس البندورة أخذها من المول، يابسي كثير. بدي أعقدها شوي، إذا بدي أعقدها بدي أحط لها شوية مي إجباري. أكلة أكلة طيبة ها؟ هيك بدها تم احرك فيها شغلة 3 أو 4 دقايق. هيك اكلات بدها تم تحرك فيها حتى تستوي. ما تشوفوها كتيرة، ما هي كتيرة لا. انتم بدكم تاكلوا معكرونة طيبة بده يكون فيها خضرة، بده يكون فيها دبس بندورة. يعني هاد الشيء لابد منه، ما تشوفوها كثيرة. طيب نوطي الغاز تحتها شوي. هلا نلتفت للطنجرة الثانية، هلا هي صارت تغلي يمكن المي تبعيتها. بسم الله كويس، هلا صارت مي تغلي. أنا بجيب هلا المعكرونة السباجيتي هاي هي، بس قبل ما أحطها بحط شوية ملح، ملح مشان ما تعلق. يعني هيك إصبعتكم ربع معلقة بيمشي الحال.
تحريكة بسيطة. بعدين نجيب المعكرونة. هلا انتم بتحبوه بحالة تحطوها بحالة حطوها، بتحبوا تقسموها في النص بصير. انا رح اقسمها بالنص هيك هالشكل هيك واسقطها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت نص كيلو معكرونة مثل ما قلت لكم. هلا نص كيلو معكرونة صار بالطنجرة، حركه شوي عشان ما يعلق. هلا بقى ما بصير تغطوه، بدكم تعيفوه هيك. برجع لهي، هي كل ما لعب تتعقد اكثر. يا عيني يا عيني على الريحة، في طيبة. خلص هلا هاي هي قوامة مثل ما انكم شايفين. قرب على الكاميرا شوي، هيك بدها تصير. هلا بقى انا بعيفها، ريح شوي بغطيها بالغطا وبعيفها تريح لبين ما تستوي المعكرونة. بس تستوي المعكرونة خانم، هذاك الوقت بصفيها للمعكرونة، بضيف فوقها الصلصة تبعيتها. حركها شوي كمان عشان ما تعلق في الأرضية، لا تنتبهوا. والمعكرونة شلون تبين استوت معكم؟ بصير طرية. هلا شوفوا هاي شلون لسه ما مستوية، لو تنزل نزول بنصير بالزول. ما بغطيها، بعيفة ما بصير تتغطى، أنا بس غطيتوها بتفور. أنا حركتها بمعلقة فيها شوية سمنة، صار فيها سمنة ما بأثر يعني. هلا نحن بس استوت المعكرونة برجع لكم. معكرونة عادة 10 دقائق 12 دقيقة، صلى هلا صلى دقيقتين تقريبا 3 دقائق، يعني شي 7-8 دقائق بطلع عليها، برجع لكم بعد 7-8 دقائق. وهلا هيك مثل ما انكم شايفين هاي المعكرونة استوت، شايفين شلون صارت؟ استوت. هلا بدي اطفي عليها واصفيلها مرقتها وبرجع لكم. طفيت عليها وبصفي لها ميتها وبرجع لكم. هلا هيك المعكرونة بعد ما صفيناها، هاي هي شكلها مثل ما انكم شايفين. هلا بقى بدنا نجيب الصلصة، صلصة هسه سخنة طبعا، نعمل هيك وننزلها فوقها هالشكل هيك. بعد ما نزلناها انتوا اذا بتشوفوا صلصة كتيرة خففوها شوي، انا بحب صلصة كتيرة مثل هيك يعني، بحبها هيك يعني على اصولة مثل ما بقولوا. ببلش الدمج المزج بيناتهم بعضهم هالشكل هيك حتى تنمزج. هاي ما بتساعدني هالمعلقة، نجيب معلقة عادية. بسم الله. شايفين شلون هيك؟ اشتغل عمى هني ما بسرعة عشان ما تقطع المعكرونة، روح شكلها. هلا بتم بمزج فيها شوي شغلة دقيقتين وبرجع لكم ان شاء الله بمرحلة التقديم. يا عيني يا عيني المعكرونة يا عيني. هذا القطط عم تقتلوا عنا بالحارة. معكرونة بتاكل سخنة ها؟ فين شلون شيف شهي؟ Thank you.
هاي المعكرونة، مفشي مخبأ، إدارة كتير ضعيفة اليوم، شايفين شلون؟ هاي المعكرونة على أصولها. هلا بقى لحظة الحقيقة، لحظة التذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكفتها هيك هالشكل، هيك تطلع. هاي هي، بسم الله الرحمن الرحيم. ما طيبة، كتير طيبة، يا عيني يا عيني. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ هاي هي المعكرونة. أكلة كتير طيبة، إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تكون نالت رضاكم. بتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك. أكلات حلبية طيبة وهنية. هاي هي المعكرونة، شايفين؟ طلعت كتير طيبة. اللي بحب لها ملح زيادة رش لها ملح، اللي بحبها هيك على حالها يعيفها على حالها. أما حطيت لها ملح كتير، لأن الملح واحد بس صار عمره فوق 30 سنة كتر ملح أو كتر سكر بيأذي حاله. الله يرحمنا أحسن شيء. كان معكم أخوكم بالله مصطفى الأمين، صاحب قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. بتمنى إن شاء الله تكون وصفتنا لليوم عجبتكم. بتمنى المهم مشترك يشترك. وهي هي المعكرونة على أصولها، معكرونة بالخضار باللحمة. تحسن تستغنوا عن اللحمة تحطوا ماجي كمان بمشي الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا بدعاكم الصالح. والمهم مشترك يشترك وحطوا لي لايك. يعطيكم العافية. دعونا الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله. السلام عليكم.